السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير ومساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم الفه توتوريال. لو انت اول مرة تشوفنا على اليوتيوب اهلا وسهلا بيك معنا في قصة الفه توتوريال. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بتسأل كتير قوي ازاي بتغير لون الميترز بتاعتك في كيوبيز. الموضوع بسيط قوي. اولا انا ليه بغير؟ انا مش بغيرها عشان الشكل الجمالي وبس، لا انا عندي سبب مقنع اكتر من ان انا اخلي شكل البرنامج كويس. بغيرها عشان اراقب للشانل بتاعتي مستوى الصوت فيها عامل ازاي لما باجي اعمل ميكسينج، وخصوصا في مرحلة الجين ستيجنج، حيث ان انا ما تخطاش ناقص 6 لان لسه هيبقى فيه كيو، لسه هيبقى فيه كومبريشن، لسه هيبقى فيه ساتوريشن وهكذا. عشان اغير لون الميترز بتاعي اعمل ايه؟ اروح على ايديت ريفرنس، اجي عند الميترنج، وبعدين من الميترنج اروح لابيرنس. دي طبعا الالوان اللي انا مختارها. قبل ما اوصل لمرحلة الالوان وازاي بعملها، اروح عند الميترنج الاول ونتكلم في نقطة صغيرة. لو خدنا بالنا في هنا ميتر بيك هولد تايم وميترز فول باك. انا ما يهمنيش الهولد تايم دلوقتي، كل اللي يهمني الميترز فول باك. ايه هو الميتر فول باك؟ الميتر فول باك اللي هو سرعة استجابة الميتر بتاعي. انا عاملها على 40 دي بي اعلى حاجة فيه. تعال نرجعها ديفولت 12 دي بي. تعال نشوف الفرق بينهم ايه. نقول ابلاي اوكي. تعال نشوف للشانل دي كده. بص استجابة المؤشر هنا عاملة ازاي. تعال نعلي. لكن لو احنا رحنا على الابيرنس تاني وغيرنا ال 12 دي بي دي لاعلى قيمه اللي هي 40 دي بي وقلنا له ابلاي اوكي، ونيجي نفتح تاني دراج، بص سرعه استجابه الميترز بقت ازاي. نرجع تاني للميترز ونشوف ازاي نقدر نعمل الالوان. اجي عند الابيرنس، دي الالوان اللي انا عاملها. انا دلوقتي هشيل كل القيم اللي انا عاملها دي وكل الالوان اللي انا عاملها وابتدي اعمل ده معاكم من اول وجديد. عشان اشيل واحد من دول يا اما بدوس عليه واقول له ريموف، يا اما بدوس كنترول واضغط عليه بيروح معي. ادي الزيرو اللون الاحمر زي ما كان. عشان اعمل واحد تاني يا اما بقول له اد او بدوس الت، بدوس في اي مكان بيعمل لي تاني. حلو الكلام. هنا دبل كليك وهعمله ماينس 18، ده دبل كليك ماينس 12، وده هعمله على ماينس 6، وده على 0 زي ما. تعال بقى نشوف الالوان. هاجي كل درجة من دول في عندها 2 لون. اللون الاولاني ده انا هخليه بالازرق. في عندنا هنا نقدر نغير في درجة لون الأزرق بتاعتنا، نقول له أوكي. اللي بعديه خليه أخضر، وده من ماينس 18 لماينس 12. بس أنا مش عايز أعمل تدرج في الألوان، أنا عايز أخلي اللون زي بالظبط ما هو، يبقى بلوك واحد. يعني ما يبقاش مثلا، اوري حضرتك دلوقتي ادي اصفر اهو، ادي الدرجة. يعني ايه تدرج في الالوان؟ تعالى مثلا هنا مش عايز اخليه كده، لا انا عايزه يبقى نفس الدرجة بالظبط، تمام. وبعدين من ماينس 6 للزيرو هخليه برتقالي اوكي، وبعدين الزيرو هخليه احمر. ممكن نغمق شوية مثلا لو احنا عايزين نفتح موضوع في ايدينا. بكل بساطة عملنا الالوان اللي احنا عايزين. هنا تحت في السكيل لو جينا بصينا هنلاقي عندي ديجيتال، هنلاقي عندي دي اي ان، اي بي يو، بريتش، نورديك، كي 20. اختار اللي انت عايزه واعمل عليه. بس المين او الديفولت بتاع البرنامج اللي هو تشانل ميتر على بلس 3 دي بي ديجيتال.
طبعا بعد ما حضرتك تخلص دوت هتقول له ابلاي اوكي، لكن انا مش هعمل كده، انا هقول كنسل عشان يفضل زي ما انا كنت عامل كده. اكون خلص حلقه النهارده. لو عجبتكم الحلقه ما تبخلوش على لايك وشيروا الفيديو مع اكبر عدد من صحابكم عشان الفايده تعم علينا جميعا. بالختام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.